السلام عليكم. في الفيديو ده هقدم لكم بهارات البيتزا او توابل البيتزا اللي بتديها طعم حلو جدا وبنشتريها بمبالغ كبيرة في السوبر ماركت. بمجرد ما تحطي معلقة واحدة بس على صلصة البيتزا بتستمتعي باكتر طعم غني جدا بالنكهات لبيتزا ايطالية اصلية. تابعوا الفيديو. اول حاجة هنحط معلقتين من البردقوش وبعد كده معلقتين من الاوريجانو او الاوريجانو على حسب ما بتسموه، ومعلقتين من اكليل الجبل او الروزماري، ومعلقه من النعناع، معلقه كمان من الثوم الباودر لو توفر عندك، لو ما توفرش خلاص. وبعد كده بنحط معلقتين من الريحان الجاف بس كده، وبنخلط المكونات وبنعبيها في برطمان، بنشيلها معانا اطول فتره ممكنه. بمجرد ما نحط معلقه واحده بس على صلصه البيتزا اثناء اعدادها بتدي طعم قوي جدا، حرفيا احلى من اللي انتوا بتشتروه من السوبر ماركت او من الهايبر بره. عندي استعداد كامل اشارك معاكم صلصه البيتزا الاصليه اللي مش هتلاقوها في اي حته، الطلاينه بس اللي بيعرفوا يعملوها بالشكل ده. لو الفيديو ده وصل لخمسين لايك تمام كده هشارك معاكم صلصه البيتزا الاصليه. يلا ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واعملوا سبسكرايب للشانل عشان توصل لأكبر عدد من الناس. مع السلامة.